بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة رقم 10 في Building Technology 2، وهنتناول فيها الجزء الثالث من الستيل سيستمز. طبعا احنا خدنا الستيل سيستمز بتاعتنا، خدنا في محاضرتين فاتوا، النهاردة بنكمل تالت محاضرة والأخيرة في الستيل سيستمز. زي ما انتوا عارفين خدنا قبل كده الفلورينج سيستم وخدنا الول سيستم، النهارده هنقفل الايه الروفينج سيستم. احنا كده كل نظام زي ما انتوا عارفين احنا بنتناول فيه تلات انماط مختلفه، الفلور والول والروفينج سيستم. طيب عندنا الفلورينج سيستم والول سيستم، احنا اتكلمنا عنهم ازاي دايما يبقى لازم ليهم علاقه ببعض في الايه الكوردينيشن ما بينهم، عشان في قلنا الستادز وقلنا الايه جويستيس لازم تبقى ماشيه مع بعضها. كذلك الروفنج سيستم برضو بيبقى فيه اجزاء لازم تبقى بتتناسق وبتمشي وبتتفق معاهم في الايه في التقسيط بتاعنا، وفي عمل السبانينج سيستم والسبيسنج ما بين الفريمز وبعضها او ما بين الايه جويستيس وبعضها. طيب عندنا نوعين من الروفنج سيستم، الفلات روف والسلوب روف. في الفلات روف في حاجه اسمها الجيردر والجويست، والسلوب روف في الفريمز، وفي عندنا التراس، وفي كمان السبيس تراس. طيب الفلات روف عندنا قلنا طبعا ابسط حالتنا قلنا اللي هو عندنا في بيمز، والبيمز دي شايله مجموعه من الجويست. يعني ده جويست اهو، انا في الجويست ده ممكن يبقى هنا في بيم رئيسيه وهنا في بيم تانية، والبيمز دي اللي انتوا شايفينها دي متحمل عليها مين؟ الجويستس في الاتجاه التاني. يبقى الجويستس هي اللي بتتكرر كل شويه، والبيمز دي هي عنصر انشائي اساسي. طب ممكن مكان البيم دي يبقى في مين؟ يبقى في عندي كولمز تحتيها، والكولمز دي شايله البيم، او يبقى عندي جاست وول، والوول دي مرتكز عليها مين؟ الجويست مباشره. طب ايه الرول اوف ثامب هنا اللي احنا بنتكلم عليها الاساسيه؟ ان السبيسنج ما بين الجويست وبعضها، السبيسنج ده دايما بيبقى ليه علاقه بالسبان بتاع مين؟ الديكنج. الديكنج دايما الارضيه اللي انت بتمشي عليها بيبقى هو بيساوي مين؟ السبيسنج ما بين الجويست وبعضها. خلاص. طب هو بيتراوح من كام لكام؟ عندنا من متر 20، السبيسنج ده بيتراوح من متر 20 لحد 3 متر. خلاص، يبقى انت بتشتغل السبيسنج ده من 23، من متر 20 ل 3 متر. طيب الرول اوف ثامب بقى للدبس بتاع الجويست نفسه، المفروض ان احنا نوت اكسيد كام؟ 24 تايمز الايه الجويست ديبس. يعني انا عندي السبان ده نوت تو اكسيد 24 تايمز الجويست ديبس. خلاص، يبقى انا بالنسبه لي الدبس بيساوي ايه؟ بيساوي السبان على 24. خلاص اوكي. في الستيل جادج اللي هو اللايت ستيل جادج ده السبان بتاعه بيبقى الدبس بتاعه بقسم السبان على 20 عشان اجيب الايه الدبس دي. طبعا دي هنا بيقول لك ال 150 بيتراوح من كام؟ من 3 متر لحد 4 متر 20، وال 20 سم الدبس برضه بيشيل سبان من كذا لكذا. انت مش لازم تحفظ الحاجات دي، انت لازم تعرف بس وخلاص ان انت عشان تجيب الدبس بتاع اللايت جادج ده ستيل ده بتقسم كام السبان على 20. اوكي. في عندنا بقى الاوبن ويب جويست ده بنقسم قلنا السبان على كام؟ على 24 عشان اعمل اوبن ويب جويس. طبعا بيقول لك الارضيه اللي فوقيه ممكن تبقى سلوبد، وممكن تبقى ايه فيها انكلينيشن عشان ميول الامطار فقط لا غير، مش عشان حاجه. هي مش سلوب روف، هي اكسسبل واقدر استخدمها، ولكن بعمل فيها ممكن اعمل فيها سلوب بيبقى 1 تو 100، 1 ل 100، يعني كل متر امشي انزل سنتي. ده عشان بس جاست فور ايه فور ووتر درينج. السلوب دروف بقى ننتقل للمرحله الثانيه، ان احنا قلنا السلوب رينج ان انا بعدي الواحد لاربعه، يعني انا كل ما همشي 4 متر هطلع متر. ده سلوب دروف بيبقى صعب ان انا استخدمه، بيبقى سلوبنج بيبقى السلوب بتاعه عالي، فبالتالي بيبقى نوت اكسسبل روف في المعتاد. طبعا امثلتها اول امثله في السلوب دروف هو عندنا الفريم تراس، الفريم سيستم. الفريم سيستم بالنسبه لنا بيبقى شايفين ليه الشكل ده دائما. ليه؟ لان هو بيبقى عنده هنا الجزء ده اللي في النص الاساسي بتاعه بيبقى اصغر حاجه، وبعدين في هنا الشولدر، الشولدر بيبقى اعرض، وبعدين بينزل على نقطه البيز اللي هي اللي تحت دي. ده ابسط حالات الايه الفريم سيستم.
خلاص بقى في فريمنج اهي، كل فتره في فريم بتتكرر وما بينهم بقى في مين البيرلينز. طيب ايه هي القواعد العامه والاشتراطات العامه؟ ان احنا البيرلينج سبيسنج بتاعنا ده بيبقى من متر 20 لمتر ونص، السبيسنج ما بين البيرلينز وبعضها. ليه؟ لان السبيسنج ما بين البيرلينز دي بيبقى ايه، بيبقى هي الاسبان للروف ديكنج. انا عندك اول الشيثنج، ان انا الشيثنج بتاعي هحطه كده، فهو الشيثنج بتاعي كل ما هكرر الشيثنج دي، كل ما البليت اللي انا كنت هكرره لازم يبقى مساوي لمين؟ للبيرلين سبيسنج. يعني ممكن انا اعمل بيرلين كل 60 سم ويجي الشيثنج كل متر 20، خلاص يبقى انا يبقى كل 2 بيرلين او كل 3 بيرلين ليها شيثنج ايه واحد. فبالتالي يبقى لازم تقسيطك للبيرلينز ليها علاقه بالايه، بالشيثنج او الديكنج اللي هيتحط على الايه، على الروف بتاعي. طيب الفريم بقى نفسه، السبيسنج ما بين الفريم دي وبعضها بيساوي مين؟ السبان بتاع البيرلين. خلاص طب هي بتتراوح من كام؟ من 6 متر لحد 7 متر 20. يبقى انا ممكن ارسم، ممكن اعمل 4 طبعا، يعني ممكن اعمل السبيسنج من هنا لهنا 4 متر. لا بس عشان ابقى افكتيف وكوست افيشنت، يبقى في افيشنسي في الكوست، ان انا ايه اعمله من 6 متر لحد ايه معايا لحد 7 متر ونص مثلا. ماشي، يبقى انا السبيسنج ده هو انا بعمله وليه علاقه ايه دايما بمين؟ بالبرلين، اللي بتساوي دايما السبان بتاع البرلين. طيب في هنا شايفين الاجزاء السفليه دي، ده البريسنج، ده بريسنج لمين؟ للكولمز مع بعضها. يبقى انا عندي البرلين دي بتعمل بريسنج اوريدي للروفنج، ودايما لازم في زي ما اتكلمنا في الوولز نفسها بيبقى لازم في بريسنج، وده برضو اخر دايما قلنا اخر كورنر في الكورنر المبنى لازم يبقى فيه بريسنج عندي للايه، الروفنج سيستم والوول سيستم. شايفين اللي هو الاكسات دي بريسنج للسيستم بتاعي. زي ما احنا قلنا برضو قبل كده واكدنا ان الوول ستادز ما بتشيلش الايه الاحمال الحوائط او احمال المبنى، هي بتشيل بس حمل الكلادنج اللي واقع على الحوائط فقط لا غير. طب الرول بقى بتاعنا بتاع الفريم نفسه، الجزء اللي فوق ده اسمه كراون، وبقى رول اوف ثامب ان انا بقسم الديبس على اللي هو الديبس بتاعه ده عشان اجيبه، بقسم السبان على كام؟ على 40 عشان اجيب الايه الديبس ده. طب الشولدر بتاعي ده بقسم الايه بقى، السبان بتاعي بقسمه على 25 عشان اجيب الايه الشولدر، والبيس بتاعي ده بيتراوح من 20 سم لحد 50 سم. اوكي طب السبيسنج اللي هو السبانينج ما بين التو فريم، الفريم ده السبانينج بتاع الفريم نفسه ده بيتراوح من كام؟ من 9 متر ل 36 متر. يبقى انا عشان ابقى افكتيف ابتدي اشتغل من 9 متر لحد ما اوصل لكام؟ ل 36 متر فروم اوتر، من الاوتر للاوتر، غير شامل الكلادنج طبعا لو احنا بنتكلم عن الكلادنج. كل الجنكشن دي او كل الكونكشنز دي بتبقى معموله اما ويلدد او بولتد او بالمسامير، يعني اما بعملها بمسامير او بعملها بايه، باللحام ويلدد. الهايت بتاعي بيتراوح من كام لكام؟ من 2 متر 40 لحد اوصل لحد 10 متر. اوكي ده الهايت بتاع الايه، الهايت من هنا من بتاع الوول. خلاص يبقى اللي عندي الهايت نفسه بتاع الفريمنج نفسه ممكن يبقى اعلى من كده، ولكن بتكلم هايت الوول بيتراوح لحد 10 متر الهايت بتاع الوول. ده شكل السبيس اللي هو الايه التراسز. خلاص احنا اللي فات ده كنا بنتكلم على الفريمز، هنا بنتكلم على التراس. هنا زي ما انتم شايفين احنا التراس هنا عباره عن اليمنتس ممبر صغيره جدا مكونه للسيستم. خلاص يبقى هو فكرته الاساسيه ان احنا بنقسم اي شيء شيب عندي بقسمه مثلثات تريانجل صغيره، بحيث ان كل ممبر بيبقى واقع عليه اما شد او تنشن يعني او كومبريشن. يبقى في ممبرز واقع عليها شد وفي ممبر واقع عليها كومبريشن طبقا لمكانها في التراس. في عندنا البيتش تراس اللي هو بيبقى ليه نقطه كده وده نازل يمين وشمال، ده البيتش تراس. وبوسترنج تراس، هنا البيتش تراس ده بقسم الاسبان على 5، والبوسترنج تراس عشان اجيب الدبس بتاعه بقسم الاسبان على 8. هنا بتراوح التراس طبعا بيشيل لحد 36 متر، معانا التراس يقدر يشيل معايا لحد كام؟ من 7 ل 36 متر. ده البيتش التراس دايما زي ما قلنا احنا بنقسم دايما السبان بتاعنا مجموعه من المثلثات، شايفين كل حاجه بقسمها مثلثات صغيره بحيث ان كل ممبر من دول بقى شايل حمل، بدل ما هو كان عباره عن فريم تقيل وعرضه كبير وموجود، لا ده انا بقى ايه
بقسم الـ الاحمال الكبيره دي لاحمال صغيره بناء على الممبرز دي، وكل ممبر مع بعضها في كونكشن بينها وبين اللي جنبها، اما بليت ماسكها مع بعضها كده، يا اما ولدت عليه او انها ايه بولتد في البليتس اللي ماسكه الممبرز مع بعضها. طيب عندنا نقطه مهمه جدا، الاي شيب او الدبليو شيب الشانل دي، الستيل شانل ستيل دي، دي بتبقى البيرلينز برضو، لازم يبقى في بيرلينز عشان لما اجي احط الكلادنج واحط الايه الشيثنج بتاع الروف بتاعي خلاص. والكاب اللي فوق ده لازم يجي يغطي عشان ايه نزول المطر، يبقى لازم الكاب هو اللي فوق مين، فوق الشيثنج، يعني الشيثنج اهو تحت ويجي الكاب بيبقى اوفرلاب عليه عشان المطر ما تيجي تنزل، ما ايه لو الكاب هو اللي تحت طبعا المطر هتعدي وتخش جوه المبنى، فبالتالي لازم يبقى ايه علاقة الكاب بالشيثنج بهذا الشكل. التراس بيتحمل على اطرافه اليمين والشمال، دي الاطراف اللي بيتحمل عليها، عشان كده بيبقى لازم يبقى فيه بليت او بليت من الستيل، البليت ده بيبقى محمل على الحائط ويتحط عليه التراس يمين وشمال، واللي بيديني الاسبان بتاع التراس بتاعي. دي اشكال مختلفة للتراسز وازاي البيتش ليها شكل كده، في عندي الهوريزونتال، في عندي الباو سترينج ده شكله كده شكله كده، يبقى كل الاشكال انا عندي ممكن اعمل اشكال كتيرة جدا متعددة للتراس. انا ممكن اعمل جزء في النص فاضي كده في السقف فوق وامشي فيه اجهزه المكيفات وكل البايبنج سيستم بتاع المبنى والالكتروميكانيكال، ممكن يبقى ممر حمار في مبنى عملنا جزء كده في النص وبقى ممر سيرفيسز الناس تمشي جواه، وبقى ممكن اعمل صيانه للالكتروميكانيكال كلها من خلاله. ننتقل بقى لحاجه اعلى، كاتيجوري الاعلى من التراس اللي هو السبيس تراس. سبيس تراس هو انا قسمت كل حاجه في المبنى في السقف بتاعي لتريانجلز، انا مش جاست انا عملت تراسز وبتتكرر سبيسنج كل مسافه 6 متر مثلا، لا ده انا بقيت كل المبنى بتاعي من اول لاخره عباره عن تراسز، بقى في السقف كله عباره عن مجموعه من الايه التراسز، مجموعه من الممبرز ماسكه المبنى من اوله لاخره. طيب دي بتديني ميزه مهمه جدا ان انا بقى الدبس افضل، بقى الممبرز بقت اصغر، وان ابسط حالاتها ان احنا بنعمل ايه تريانجل جريد. التريانجل جريد ده ان هو ابسط حالاته ان عندنا 4 كونكشنز خلاص و 6 ممبرز، ده ابسط حاجه، ان هي الموديول بتاعي عباره عن الموديول الصغير اللي بيتكون منه السبيس تراس ده، عباره عن قاعدته مثلث ودي نقطه فوق والنقطه دي موصله كل الممبرز بعضها، يبقى هنا في اتصال فراغي وليس ايه 2 دي، هناك في التراس 2 دي يبقى هنا سبيس، سبيس يعني ايه فراغي، في فراغ بيتصل في الفراغ في 3 دايمنشن يعني. فهنا طبعا انت لو شفت ده ممكن تقول عليه ايه تراس عادي في الاليفيشن او في السكشن، ولكن لما تيجي تبص في البلان ما تلاقيه بهذا الشكل تعرف ان انت ايه التراس ده في 3 دي، ان هو كله متصل مع بعضه ان 3 دي خلاص. في طب الحاله اللي بعد كده لو انا عندي سكوير جريد بيبقى عندي كام كونكشن بقى، 5 كونكشن وكام ممبر 8 ممبرز تمام. طيب لو عندي هيكساجونال يبقى عندي كام ممبر، 12 ممبر و 7 جوينت خلاص. طب شكل الممبر نفسه ممكن يبقى سيركولر بتيوب كده مفرغه من الداخل، ممكن تبقى ريكتانجلر تيوب مفتوح، ممكن تبقى يو شيب، ممكن تيز شيب، او ممكن دبليو شيب او الاي شيب اللي هو الاخير ده. طيب هما الكونكشن ما بينهم بيبقى ام بولتد، ان انا بحط مجموعه من المسامير واربطهم ببعض، او هو بيبقى فيه زي سكرو كده الغوص كده وبعدين يخشوا في كور، بتبقى مجموعه من الكور، حتى لو تلاحظوا الاكاديميه وانتوا داخلين في مدخل الاكاديميه هتلاقي فيه سبيس تراس موجود على الشيد على الشيد شينج ديفايس كده على المدخل، هتلاقي في تقريبا كان مثلثات كان عباره عن ايه عن كور كده، ودي شكل الكونكشن تقريبا موجوده في التراس الموجوده هناك، او انها تبقى ويلد كونكشن انهم كلهم ملحومين مع بعض ايه باستخدام اللحامات. طب الرولز بتاعتنا ايه، ان احنا عندنا السبانينج سيستم ممكن يوصل لكام، ل 36 متر ما بين الكولومز وبعضها، ان انا اوصل ل 36 متر يبقى انا ممكن استخدم كولومز سبيسنج ما بينها 36 متر. بيبقى في عندي كمان اضافه ل 36 متر ما بين الكولومز ان انا ممكن ابرز بمين، بكانتليفر بره اوفر هانج كده جزء خارجي بيوصل ل 30% اوف سبان، يعني انت ممكن 30% يمين و 30% شمال، ده انا خدت 60% اوف ذا ايه اوف ذا سبان، يعني لو ده 36
وبتاع ده، وخدنا 30% من 36، 18 3 في 6 9 10، يبقى بنتكلم في 10 متر تقريبا. ادي 10 شمال و10 يمين، يعني على 36 يبقى بنتكلم في 56 متر. يبقى ممكن من هنا لهنا تطلع 56 متر معايا الايه التراس كله على بعضه، وكل اللي شايله هو تو كولمز. طبعا تو كولمز ايه، في اتجاه الاكس واتجاه الواي، طبعا في سبيسنج بين الكولمز وبعضها. السبيسنج ده ممكن يبقى كل 9 متر او كل برضه 36 متر، او حسب ما انت شغال التراس بتاعك شغال ازاي، او حسب الاوردر بتاع الايه التوزيع الاعمده انت مشغله ازاي. من الحاجات الاساسيه جدا وانا باجي بعمل التراس، انا ممكن اشكل دايما الميديتور بتاع التراس، يعني ممكن اعمل سكاي لايت عالي كده في التراس، ولازم يبقى ليه علاقه بالمين، بالجريد سيستم او الجريد جريديون اللي انت شغال عليه. المثلثات دي تطلع وتكمل، وبعدين اطلع بهنا بجزء من الجلاس واثبته على الايه على التراس بتاعي. الروفينج طبعا والديكنج والكلام ده كله لازم بيتعمل فوق التراس، وبيتثبت دايما في الكور او مكان الجانكشن. محدش بيثبت في الممبر ابدا، بيثبت فين؟ في الجانكشنز اللي بتمسك الممبرز مع بعضها. وبعمل دايما انكلينيشن جزء مايل، مثلا ممكن اعمل كل متر نص سنتي يبقى فيه ميول عشان المطر، عشان المطر بتاعي ان انا اعمل درينج سيستم للروف بتاعي، عشان ما ينفعش الميه تتركز فوق الايه سقف التراس. طب الميول ده بيبقى في الكلادنج نفسه، ما بيبقاش فين في التراس نفسه، التراس عدل ولكن الميول بنعمله في الكلادنج. طب عايز اعمل اي هنجنج واعلق حاجه في التراس، اعلقها فين؟ في الجوينت. محدش يعلق في اي مكان غير فين؟ في الجوينتس يا جماعه. خلاص يبقى التعليق كله بتاعي بيبقى في الجوينتس. طب الدبس التراس، بقسم الاسبان على 20 عشان اجيب الدبس بتاع التراس بتاعي. اوكي طيب ننتقل لنقطه الشيثنج بقى، ان انا عايز اعمل كلادنج ل او اعمل شيثنج للروفنج سيستم بتاعي. ابسط حالات الشيثنج احنا قلنا ممكن نعمل بري كاست كونكريت، ماشي، اللي هي دي بري كاست، او ان انا اعمل انسيتيو كونكريت، ان انا اجيب كوريجيتد شيت كده واصب عليها خرسانه، او انا اجيب مجموعه من اللامبر واحطهم جنب بعض بكونكشنز فيها جروفنج ما بينها وبين بعضها. طيب عندنا اول حاجه الانسيتيو كونكريت، ان انا بحط الشيت بتاعي وبحط دايما بيرنج انجل كده عشان تحجز حوالين الايه الكوريجيتد شيت دي، وببتدي اصب الخرسانه فوق الجزئيه دي على طول في الموقع. خلاص هو انا ممكن اسلح كمان الخرسانه دي لو انا عايز عليها احمال عاليه، فممكن بعمل لها تسليح. ودي كل سبان بيختلف طبقا للسبان بتاعك، بتختلف ايه الكوريجيتد شيت دي والدبس بتاعها بيختلف طبقا للسبان، طبقا للرولز اللي موجوده عندك في الشيت وموضحها في الشيت هنا. ممكن ان انا اعمل ميتال روف مباشره، انا مش مفيش حد هياكسس الروف ده، فمجرد انا هغطي الروف بتاعي بميتال روف، بيبقى فيه كلابنج ما بينهم كده وبين بعض عشان الكونكشنز نفسها، ماشي. اراعي دايما ان في عندي الايف ستيم، الايف سيم دي اللي هو النهايه بتاعه المبنى نفسه، الايف سيم اللي انا هنا بيبقى بينتهي بجتر، شايفين بقى ليه جتر هنا في الاخر في النهايه. وعندي الريدج سيم اللي هو في نهايه الريدج بتاعتي، بعمل الكاب ده عشان اقفل على الايه على الميتال روف بتاعي. وعندي الكليتس، الكليتس دي اللي انا بستخدمها عشان اعمل اثبت الشيسنج بتاعي ان هو ايه يحصل له انزلاق من الروف، ان انا بعمل الكليت دي وبعدين اثبت اول واحده منها، وبعدين ابتدي اثبت اللي بعدهم بنفس الايه الكيفيه. هنا ده الميتال روف بيبان فيه البيرلز الماشيه افقيه دي، وبعدين فيها الميتال روف نفسه الشيسنج بتاعي. البانلز ممكن هنا في بانلز دي تتراوح لحد 6 متر، يعني ممكن امشي اجيب بانلز تطلع 6 متر طول وبحطهم اوفرلابنج على بعض عشان المطر هنا ايه الكونكشنز دي بحلو عشان المطر ما يجيش ايه يحصل الكوريجيتد شيت دي او الجزء المعرج ده انه يوقف الميه في السقف. لا ده هنا بيخلي الميه الفلو بتاع الميه ينزل لحد ما ينزل الجتر، والجتر ياخد الميه لحد ما ينزلها فين للسقف اللي بعده، شايفين ده سقف بعده نزل على السقف اللي بعده. هنا دي ساندوتش بانل، ان انا بدل ما هو مجرد شيت بس، لا ده انا هعمله ساندوتش بانل عشان يعمل ثيرمال انسوليشن كمان، ممكن توصل ل 10 سم و15 سم لساندوتش بانل. ودايما لازم بقفل الايه البانلز مع بعضها بكاب
من الانجل من الستيل عشان تقفل عدم دخول تمنع دخول الميه للسقف بتاعي. هنا واضح معانا البيرلينز، والبيرلينز دي دايما بثبت في البانلز دي، بصوا مثبته بمسامير بولتس اهي على البيرلينز نفسها. يبقى البيرلينز دي هو وظيفتها انها بايه السبيسنج ما بينها بيثبت ايه ايه الساندويتش بانل مع بعضها. او ممكن ان انا استخدم كلاي تايلز واستخدمها على الروفنج سيستم بتاعي، وبتحتيها على طول في بيرلين، بس لازم تحت الكلاي تايلز بحط السيرمال انسوليشن وبحط ايه الدامب بروفنج عازل مائي عشان الميه لو دخلت او بخار الميه لو دخل المبنى ما يدخلش جوه الفراغ بتاعي. من الحاجات المهمة جدا الموضوع الجتر، ان لازم في نهاية كل روف يبقى فيه جتر للمية بيجمع المية بتاعتي وبعدين بنزله في السباوت. والسباوت ده قد يكون ينزل على لو في عند روف تحتيه تاني ينزل على الروف، وبعدين الروف اللي بعده ينزل على السباوت قصدي الجتر اللي بعده، وبعدين ياخد السباوت ده من دروب اوتليت ده وبعدين ينزل لايه لحد ما ينزل للأرضية قدام المبنى اللي تنزل المصارف العمومية. دي هنا تفصيله للسباوت، ان لازم يبقى فيه نسبه ميول بنتكلم 1 لـ50، يعني كل 1 متر فيه نص متر نص سنتي ميول عشان الميه تنزل لحد ما تنزل للدروب اوت. بيبقى ليها كاب كده عشان ايه تحجز اي ورق شجر مثلا اي اتربه تنزل جوه السباوت وتسده. ويبقى ليه في اشكال مختلفه للجتر نفسه، في الكي ستايل والهاف راوند والبي فيلد ستايل. دي تفصيلة كده سريعة لشكل السباوت وعلاقته بالجتر، وازاي ان هما بيبقى فيه كونكشنز عشان تمسكها في نهاية الايه روفنج سيستم بتاعه، وبيبقى فيه كاب الاند كاب بيقفل الجتر بتاعي، او ممكن ان انا اعلق الجتر نفسه بجزء هنجت كده من فوق، وممكن اغطيه كمان لو انا عايز اغطيه عشان ما يحصلش دي انسداد. بس بغطيه بشبكة طبعا عشان المية نازلة، ما اغطوش للاخر يعني. وهنا فوق السباوت نفسه بحط الكاب ده عشان يمنع نزول الايه لو في ورق شجر او حاجه تنزل في السباوت بتاعي. وهنا شكل كل ميل موجود للروفنج سيستم ممكن يختلف ازاي شكل الجتر بتاعي وعلاقته بالروفنج سيستم بتاعي. ده سقف هنا، ده سقف معمول من الساندوتش بانل، وهنا مستخدم الايه ده مستخدم هنا ده الفريم، ده فريمنج اهو، هنا الشولدر وهنا طبعا الجزء بتاعنا الكراون هنا، وبعدين استخدم مع الناحية دي فريم، واستخدم الناحية التانية التراسز. هنا كونكشن بين التراسز، وبعدين زي ما انتم شايفين ده تراس ولا سبيس تراس عشان واخدين بالكم، في بليتس والبليتس دي كن عاملة كونكشن ما بين الايه الممبرز وبعضها بولتد بمسامير. اوكي، وكلهم في الاخر مرتكزين على كام 4 أعمدة بس في اطراف الايه الفراغ ده. ده فراغ طبعا لو انتوا واخدين بالكم ده فراغ ايكيا في التجمع الخامس. تلاقوا السقف كله معمول من ستيل ستيل سيستمز، ده ممكن تروحوا تبصوا عليه عشان تشوفوا علاقته بالايه بالفراغ الداخلي وعلاقه توزيع الاعمده مع السبيس بتاعي. وهنا برضو واضح معانا في جزء اماكن سكاي لايت، وازاي السكاي لايت دايما ليها علاقه دايما بالايه التقسيط الموجود في المسافات ما بين البيرلينز وما بين السبانينج ما بين الايه السبيسنج ما بين الفريمز وبعضها. طيب هو الشيت التن ده احنا طالبين فيه ان انتوا ترسموا الجزء ده الخاص بالفريمنج والسبيس تراس والرولز بتاعتها، وبعدين تطبق لي الكلام ده على نفس المشروع بتاعك وتطلع لي الرسومات الاساسيه للروفنج بلان في ستراكشرال وشيثنج، وفي وتطلع واعمل لي كروس سيكشن واعمل لي كورنر ديتيلنج. تمام، هو ده احنا مش يعني ده الشيت المفروض تسلمه عندك في المشروع. ولازم تبقى واخد في اعتبارك الايه الوول الستاد اللي انت عملتها في الوولينج سيستم بتاعك، يبقى تقسيطها يبقى ماشي مع الكولمز اللي انت حطيتها، والكولمز تبقى ثابته ما تغيرش فيها. تبقى لو انت عملتها في الوول سيستم بشكل وعايز تغيرها دلوقتي غيرها، ولكن ارجع ظبطها تاني في الايه في الوول سيستم اللي انت اشتغلت عليه. كذلك الجويستس اللي انت عملتها، شوف الجويستس كنت عاملها كل قد ايه وخليها تبقى ماشيه مع الايه مع تقسيط الايه السبيس بتاعك، سواء بقى تستخدم فريم هتستخدم تراس، شوف النظام اللي انت هتستخدمه ايه واشتغل عليه. طبعا احنا بلان زي كده انا ممكن بالكتير قوي احط لهم مجرد
عمود هنا عمود هنا عمود هنا عمود هنا، 4 أعمدة، اشيل السبان ده كله على بعضه، مش محتاج اي ايه اي كولومز في النص تاني عشان تشيل الايه الفراغ ده. لازم ابين فرق ما بين ان انا بستخدم ستيل سيستم وما بين ان انا شغال خرسانه، فلازم امكانيات الستيل سيستم تبان معايا في الايه في المبنى بتاعي. وانا طبعا وانا شغال دلوقتي انا شغال على التوتال هايت بتاع الاب تو ريدج، الريدج النهايه فوق او كراون فوق لحد اوصل 10 متر، اكثر حاجه 10 متر. واخد بالي طبعا وانا برسم القطاع، ارسم الميزانين فلور اللي موجود في النص ما بين الايه الدورين. اوكي شكرا يا شباب، ونلتقيكم على خير في الشيت القادم. مع الف سلامه.